الوطن ناداك ناداك يا الغالي. أكد على محضر أن هذه الأفراد نعلمها تماما ونعرف من هو الذي وراءها. هؤلاء هم من يتباكون على مشروعهم الفاشل في اليمن. هؤلاء هم من بنوا هذه الميليشيا للإضرار بالمواطن اليمني. هؤلاء يرون مشروعهم الفاشل الآن يهدأ أمام ناظريهم، ولذلك هذا شيء طبيعي أن يكون تصرفهم ووجودهم في الإعلام وحربهم الإعلامية تهدف إلى إدامة هذه الميليشيا. ولكن نقول لهم أن الصراخ خيرها وملزوم نحميها. هل التوحيد ترى اليوم عيد؟ هل التوحيد ترى اليوم عيد؟ اليوم عيد الفداء ناديت لب النداء. اليوم عيد الفداء ناديت لب النداء. فقد أبقى الجنة وين أنت يا باغيها؟ عدونا خطبنا والروح نسخيها. فقد أبقى الجنة وين أنت يا باغيها؟ والروح نسخيها. يا ولد ذا يومك يا ولد يا ولد مالومك يا ولد يا ولد ذا يومك يا ولد يا ولد مالومك يا ولد. لو بذلت الروح ما تبالي. الوطن ناداك ناداك يا الغالي. فهد اليوم ما عاد بعده يوم يا عزوتي لا عاش من بات مضيوم. فهد اليوم ما عاد بعده يوم يا عزوتي لا عاش من بات مضيوم. فقد هبوب الجنة وين انت يا باغيها؟ عدونا خطبنا والروح نسخيها. فقد هبوب الجنة وين انت يا باغيها؟ عدونا خطبنا والروح نسخيها. يا ولد ذا يومك يا ولد يا ولد مالومك يا ولد يا ولد ذا يومك يا ولد يا ولد مالومك يا ولد. لو بذلت الروح ما تبالي. الوطن ناداك ناداك يا الغالي. هؤلاء هم من يتباكون على مشروعهم الفاشل في اليمن. هؤلاء هم من بنوا هذه الميليشيا للإضرار بالمواطن اليمني. هؤلاء يرون مشروعهم الفاشل الآن يهدأ أمام ناظريهم، ولذلك هذا شيء طبيعي أن يكون تصرفهم ووجودهم في الإعلام وحربهم الإعلامية تهدف إلى إدامة هذه الميليشيات. ولكن نقول لهم أن الصراخ على قدر الألم، أن الصراخ على قدر الألم، أن الصراخ على قدر الألم، أن الصراخ على قدر الألم.